بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال البرهاني رحمه الله في القلائد البرهانية: بسم الله الرحمن الرحيم. يبدأ العلماء رحمهم الله تعالى بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، اقتداء بالأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، اقتداء بعلماء السلف، تيمنا وتبركا للبداء بسم الله، و استئناسا بحديث وإن كان يضعفه البعض. نعم. قال: محمد هو البرهاني، حمدا لربي منزل القرآن. حمدا لربي، يحمد الله سبحانه وتعالى في أول الكتاب، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل العلماء هذه المنزلة، منزلة ورثة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وحمد الله موجب لبقاء النعمة. منزل القرآن، وأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وإثبات أيضا العلو لله سبحانه وتعالى. نعم. الواحد الفرد القديم الوارثي وشارع الأحكام والموارثي، هذا يسميها العلماء براعة استهلال، يعني في أول الكلام يتكلم بمقدمة تشير إلى محتوى الموضوع الذي سيذكر. واحد في ربوبيته، في ألوهيته، في أسماء وصفاته. قد تقدم معنا أن ليس من أسماء الله القديم، و يخبر عن الله سبحانه وتعالى لا بالقديم، لكن الأولى أن نقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهذا قد تقدم معنا. نعم. قال رحمه الله: الله سبحانه وتعالى تولى قسمة التركات بنفسه. عندنا في القرآن ثلاث آيات، ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذا مجمل الأدلة تقريبا، يعني ثلاثة آيات من القرآن وتضيف إليها قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فمن بقي فلأولى رجل ذكر. سهل جدا، يعني تحفظ هذه الآيات كالمقدمة. نعم، امشي. ثم الصلاة والسلام أبدا على الرسول القرشي أحمد عليه الصلاة والسلام. نعم، بعد أن حمد الله وأثنى عليه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وآله وصحبه الأعيان وتابعيهم على الإحسان. نعم، الآل هم الأتباع على الدين، أتباع النبي صلى الله عليه وسلم على دينه، والصحب جمع صحابي، وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك ولو تخللت ردة على صح الأقوال. نعم. وبعد، فالعلم بذي الفرائض من أفضل العلم بلا معارض. نعم، كل صاحب فن يزكي لابد هذا الفن، فعلماء الفرائض يقولوا هذا أفضل علم، وعلماء النحو يقولوا كذا، أوجب الواجبات ولابد كذا، فالنحو أولى أولا أن يعلم إذ الكلام دونه ليفهم، وعلماء التجويد: من لم يجود القرآن آثم. ولكن يا أخواننا، أول شيء التوحيد، وجزا الله خيرا الشيخ ذكرنا بهذا الإخلاص، لأنه لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عمل إلا بالتوحيد. نعم. إذ هو نصف العلم فيما ورد في خبر عن النبي مسندا. أشار بهذا الكلام إلى ما روى الحاكم وغيره من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن امرؤ مقبوض وإن العلم سيقبض، وتظهر الفتن، ويختلف الرجلان في الفريضة، فلا يجدان ما يفصل بينهما. هذا الحديث ضعف الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لم يثبت في هذا العلم أنه أول ما يفقد، أول ما يفقد نسأل العافية والسلامة القرآن، والقرآن فيه فرائض وفيه غير الفرائض. فأخواننا، العلم هذا ثبت له فضل وآيات نزلت فيه، والله سبحانه وتعالى قسم التركات بنفسه. نعم، ففضل العلم معروف. نعم. وأنه أول ما سيرفع من العلوم في الورى وينزع. نعم، قلنا هذا ضعيف. نعم. وفيه والعلوم كلها تفقد نسأل العافية والسلامة. نعم. وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام. يقول فيه مذاهب كثيرة، الصحابة رضوان الله عليهم عرفوا باشتغالهم بعلم الفرائض. نعم، لكن المؤلف رحمه الله تعالى أخذ مذهب زيد رضي الله عنه، الصحابي الأنصاري من بني النجار، من أكابر علماء الصحابة المعروف باشتغاله بعلم الفرائض. لماذا تأخذ مذهب زيد رضي الله عنه؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفرضكم زيد،
وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. ثم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أخذ مذهب زيد موافقة له في الاجتهاد، لأن الإمام الشافعي إمام مجتهد لا تقليدا، مفهوم؟ وهذا المؤلف شافعي المذهب، مفهوم؟ إذن هذه البرهانية وكذلك الرحبي على مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. وفيه للصحابة الأعلام مذاهب مشهورة الأحكام، ومذهب الإمام زيد أجلى لذا بالاتباع كان أولى. نعم. لا سيما والشافعي موافق له وفي اجتهاده مطابق، يعني لا تقليدا، أخذ بقول الإمام زيد رضي الله عنه موافق له في الاجتهاد لا تقليدا. نعم. وهذه منظومة محتوية على أصوله بها منطوية. نعم، هذا تزكية صح؟ كيف يزكي هذه المنظومة؟ سبحان الله، هو يريد يبين لك من يقول أن هذه تزكية، لابد يبين، يقول هذه منظومة فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، هذا بيان للواقع. نعم. بالغت في اختصارها موضحا محررا أقوالها منقحا. نعم، اختصرها، ولهذا كانت البرهانية عند البعض أفضل من الرحبية لأن أبياتها أقل، مفهوم؟ بل هو رحمه الله تعالى ذكر أشياء لم تذكر في الرحبية، وسيأتي ننبه عليه إن شاء الله تعالى. نعم. سميتها القلائد البرهانية لما غدت لطالبيها دانية. نعم، الآن بعد أن ذكر المقدمة حمد الله وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر مذاهب الصحابة رضوان الله عليهم ولماذا اختار مذهب زيد رضي الله عنه، قلنا بين أن هذه منظومة مختصرة وكذا، والآن بدأ يدعو رحمه الله، قال: والله أرجو النفع للمشتغل بها وأن يخلص لي في العمل. نعم،